اليوم ده كان حاجه غير عاديه، بس انا كان عندي ساعتها احساس ان احنا هنعمل حاجه. ايه هي؟ ما اعرفش. اتحركنا قبل منها بيوم، طلعنا من كيلو 60 من مطار القطاميه على السويس وماشيين، عربيه منوره وخمس ست عربيات وراها مش منورين. المهم وصلنا السويس الفجر، خندقنا في وسط العمارات، وكان معانا القوارب بتاعتنا. ساعه واحده كده رحنا عاملين ايه؟ ماتش كوره عشان التمويل لمين؟ العدو. لو وصلنا وكان هم قدامنا شايفيننا، يعني هم شايفيننا بس احنا في وسط المساكن متخندقين ومداريين والقوارب نافخينها ومجهزين كل حاجه. عشان الساعة الصفر، بس مش عارف امتى ساعة الصفر دي. ادينا تعليمات، انزل المية انزل المية. الطيران ضرب عند الساعة 2، 2 وربع رجع، المدفعية اشتغلت، فضلنا نترشح بالمدفعية. هم مش احنا بتوع المدفعية، احنا صاعقة أسلحة خفيفة، بس احنا ما نزلناش في الساعة 2 بالظبط، نزلنا الساعة 5 المية. كان بيشاهدنا ان انا بتمنى اللحظة ديت من سنين، لما كنت عاوز اخد بطاري من اليهود. أول ما عبرنا طلعنا الساتر الترابي، فكان في الموقع متلغم الغام، لان كان اقوى نقطه عشان خط بارليف كله، في 40 من عندنا واحنا في الامر في الميه انضربوا دلوقتي، راحوا بالفيو زمايلي كلهم. في وصلات اسمها تربيد البنجلور، عباره عن وصلات مباشر كده، نوصل واحده في الثانيه، في اخر واحده نحط الفتيل بتاع اللغم او التبرير يفتح لي مسافه امشي فيها عشان اعبر انا وزمايلي على خط واحد عشان ما الغام ما تجيش ناحيتنا. طلعنا على الستر الترابي، سبحان الله في واحد قدامي كنا مسمين من وحش اسمه شكري مجلع من الصعيد، لقيته هو راح نايم. قلت له يا شكري انت نمت ولا ايه؟ ما تعدي يا عم، يلا خلينا نعدي. لقيته ما بيردش، لقيت الطلقه داخله من دماغه لفوق، وانا طلعت منين؟ قلت له سحبه مديه اللي ورايا ونزلت. كان معايا جهاز سلك، رحت منبه جميع زمايلي احترسهم فيه رشاش مصمم على ايه؟ على حافه الصدر تروح بيضرب اي حد هيطلع هيضربه. كل زمايلي ايه؟ خدوا حذرهم. هنعمل ايه؟ هتعمل ايه يا سعيد؟ فضلت اسحب لحد ما وصلت فين؟ الراجل اللي هو حاطط الرشاش ده، لان هو اي حد هيعدي على الستر التراب ده هيصيبه. رحت مطلع القنبله الثانيه، كان معايا ثلاث قنابل. القنبله الثانيه رحت رميها فين؟ في المسغل اللي فيه البني ادم ده. سمعت صويت الراجل اللي في الدشنه، خلاص انتهى. وحشرناهم من يوم 6 اكتوبر لحد يوم 13 رافعين الرايه البيضاء.